لو في مثلا طفل في المدرسه من اقل حاجه بيعيط، لو بكلمه ممكن يعيط علشان خاطر مثلا موقف حصل في البيت عنده، حد من اهله افتقدوا اتوفى منفصلين ايا كان. هنا المفروض التربيه للطفل ده يكون عامله ازاي؟ يعني علشان خاطر مش من اقل كلمه ممكن يعيط. يعني لا بيتقالهم كمان اوقه. انا كنت بيتقالي كده عيطه. كل مشاكل الطفوله هتطلع النهارده. كل امراض مثلا الطفوله هتطلع. تمام كده. احنا الطفل لما بيكون فراجايل كده، بيكون هش كده، بيكون اقل حاجه بتاثر فيه اهش شويه اكتر شويه من رقيق. اصل رقيق دي معناه ان هو بيتعامل مع الامور بس بيعرف يسيطر يعني. بس لما يفقد السيطره بالشكل ان كل كلمه بتاثر فيه ففي ازمه، في عنده احتياج نفسي لم يلبى. احتياج لايه بقى؟ احتياج لايه؟ احنا بنمر بمراحل كده واحنا اطفال. تمام. اول مرحله خالص انا عايز احس فيها بالامان، اول ما بطلع من بطن امي اول حاجه عايز احسها ان انا في الدنيا امان. انا فوجئت ان انا في يعني حاجات كتير حواليا انا ما اعرفهاش، انا متعود ان انا قاعد جوه مقفول عليا ومطمن. فطلعت بره العالم غريب ويخوف، فعايز احس اني مطمن. فايه اللي يطمني؟ ان الناس تشيلني والناس تغير لي وتاكلني وتشربني، احس ان دايما ان حد موجود وحد بيحتضنني. تمام. لو حسيت في الفتره دي ان انا مش مطمن هطلع من عندي احساس بعدم الامان، فهكون شخص عندي تشويه داخلي، هكون شخص قاسي، مشاعره قاسيه. تمام. المرحله اللي بعد كده هي مرحله الاستقلاليه، ان انا عايز اكون موجود. بكسر لعبه، ببوظها، بفتحها، بشوف ايه اللي جواها. لو انا منعته من ده مش هيكون شخص ما عندوش حاجه خلاق فيها. تمام؟ مش مبدع. مش مبدع. وبطلعه من القصه دي عنده فخر، يعني فخور بنفسه، حاسس معتز بنفسه، او شخص دايما طول الوقت منطوي وحاسس بنفسه ان هو قليل. وعنده احساس بالذنب دايما، مش شايف نفسه. ياما كسرنا. ياما بهدلنا. طبعا مش صح يا جماعه. بس هو حاجات رخيصه شويه. صح ان هو يكتشف وان هو يجرب. فهي دي مرحله بيجرب فيها، ومحتاج طول الوقت احسسه ان هو مهم. وان هو حاجه عزيزه عليا. تمام. المرحله اللي بعد كده بقى هو اللي فيها بيأتشيف، بيبتدي يبقى عنده اصحاب في الحضانه، عنده اصحاب في المدرسه، فيبتدي يحس ان هو بيأدي. ومرحله الاداء دي ما ينفعش مثلا اقول له اصل شوف بنت خالتك بتعمل ايه، اصل شوف انت. المقارنه دي اسوأ حاجه في الدنيا. انا بقارن حاجه بحاجه ثانيه ملهمش علاقه ببعض، ما ينفعش يتقارنوا ببعض. احنا ما فيش حد فينا زي التاني، يعني بصماتنا مش زي بعض لحد ما بنكبر. فطول العمر احنا مش زي بعض لحد ما بنكبر. يقول لك في مقارنه، بنت عمك مش عارف جايبه ايه، حتى الشبكه بتاعتها عامله ازاي. طبعا. ابن خالتك اصله مش عارف بقى ايه. يعني دايما المقارنات بتفضل معانا لحد ما هو عموما البني ادم كائن تنافسي، احنا بنحب المنافسه طول العمر، فده شويه بيحطنا في مقارنه. بس لما بحط ولادي في مقارنه بحط عليهم عبء شديد ما لهمش اي ذنب فيه. وفي ناس ما بتقدرش تنتج ما دام محطوط عليها ضغط معين، او بتتقارن مع حد. طب خلاص مش هو احسن، خليه هو احسن. وتتقارن بال 100%. يعني في ناس ما بتعرفش تفرح علشان اهاليها كانت عماله تحط لها انك لازم تجيب الفول مارك. صح. ما ينفعش تنقص درجه. فمش بيعرف يستمتع.